زيادة على ذلك الكبيرة خاصة واحد السخية الجوية يعني من كل الجهات. إذا هذا كيحل علاش؟ كيحل السخيات يعني محلية، السخيات محلية يعني كل إقليم يدير ديك السخية ديالو، واللي كيدير داك الإقليم السخية ديالو عاد كناخدو يمكننا نكتفي غير بالمكاتب اللي كتنتخب الرئيس. المسألة ديال الرئيس هو كينتخب كلشي، ما ماشي هو اللي كيجمع كلشي، ما كنحددوهاش غير كفكرة، لأن حنا كفكرة خصنا يكون التصويت على كل عضو وعلى كل يعني الجمعية. زيادة على ذلك كنظن أنا بأن المسألة الجهوية في هذا الوقت هذا يعني في هذه المدة اللي هي بسيطة بالنسبة للجمعية تكون ما تخلص.